التقى صباح اليوم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بنظيره الايطالي في روما ماتيو رينزي حيث سيتباحث معه حول اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا واوروبا والعقوبات المفروضه على روسيا وكان هاربر قد التقى بالحبر الاعظم البابا فرانسيس في الفاتيكان ورفع اليه النسخه النهائيه عن تقرير لجنه تقصي الحقائق والمصالحه حول المدارس الداخليه لسكان كان أو لأبناء سكان كندا الأصليين. تعتزم الحكومة الكندية الانضمام إلى قوة الانتشار السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي، مما يعني أن أوتاوا قد ترفض عرض الحليف التقليدي لها بإشارة إلى بريطانيا التي تحاول استمالة كندا للانضمام إلى وحدتها الخاصة. تستعد الحكومة الكندية لطرح مشروع قانون لإلزام كافة الراغبين بأداء يمين الولاء في مراسم الحصول على الجنسية الكندية بالكشف عن وجوههم، وأشار وزير الدولة للتعددية الثقافية تيم أوبال إلى أن الحكومة الفيدرالية تدعم مشروع القانون الذي طرحته حكومة فيليب كويار في الجمعية الوطنية، والذي ينص على وجوب تقديم الخدمات العامة والحصول عليها دون تغطية الوجه. تبين من خلال مشروع القانون رقم 62 الذي طرحته وزيرة العدل في كيبك ستيفاني فالي أمام الجمعية الوطنية أنه بإمكان موظفة تعمل في القطاع العام ارتداء الشادور وبإمكان رجل الشرطة على سبيل المثال وضع العمامة على رأسه وبإمكان القاضي وضع الكيبة عند ترأسه المحاكمات وبذلك تعد الحكومة فيليب كويار رسميا عن منع الرموز الدينية وذلك حتى بالنسبة للأشخاص المتواجدين في مواقع السلطة وبموجب مشروع القانون الجديد تكون الحكومه الليبراليه في كيبك قد اشاحت بنظرها عن تقرير وتوصيات لجنه بوشار تايلر دعم زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توما ميلكير وزعيم الحزب الليبرالي الكندي جوستان ترودو فكرة دعوة المدقق العام في الحسابات لمعاينة نفقات النواب الفيدراليين في مجلس العموم الكندي وبذلك يصبح حزب المحافظين معزولا عن بقية الأحزاب الفيدرالية الكبرى في هذا الاتجاه فوفقا لبول كالاندرا السكرتير البرلماني لرئيس الحكومة الكندية فأن ستيفن هاربر غير موافق على هذا الطرح دعا رئيس الوزراء الكندي السابق براين موروني الكنديين لاعطاء زعيم المحافظين ستيفن هاربر ولايه قويه خلال الانتخابات العامه المقبله، واعتبر الزعيم السابق لحزب المحافظين الذي لم يتردد في الماضي عن انتقاد هاربر ان زعيم حزب المحافظين هو افضل زعيم حاليا في السباق، وقال براين موروني انه لا يشاطر هاربر كافه الافكار التي يقف وراءها، انما الاداء الاقتصادي وحده لحكومه المحافظين يبرر اعاده انتخاب حكومة أكثرية بريأسة ستيفن هاربر. يعتزم البرلمانيون في الجمعية الوطنية في كبك تسليط الأضواء على ملف الملاذات الضريبية التي يلجأ إليها الميسورون والشركات الكبرى هربا من مصلحة الضرائب وبالرغم من أنه من الصعب تحديد حجم الخسائر في الإيرادات الضريبية في كبك بسبب الملاذات الضريبية فقد أشار رئيس لجنة المالية العامة النائب الليبرالي ريمون بيرني إلى أن تلك الخسائر تشكل جزءا مهما من مبلغ يقدر بنحو ثلاثة مليارات ونصف مليار درائب. دولار خسرته الخزينة العامة خلال العام 2012 بسبب مختلف الوسائل المتبعة للتهرب من تسديد الضرائب المستحقة على الأفراد والشركات ويعتبر النائب ريمون بيرني أن أكثر من 50% من الأصول العالمية تمر عبر 70 ملاذا ضريبيا حول العالم ويملك المكلفون الكنديون أكثر من 170 مليار دولار من الودائع في الملاذات الضريبية مما يحرم مصلحة الضرائب الفيدرالية من مبلغ مبلغاً يتراوح بين 5 و مليار دولار سنوياً يستعد أعضاء الحزب الليبرالي في كابك للتصويت خلال نهاية الأسبوع على اقتراح يقضي برفع الضريبة على البيع في كابك التيفيكو مقابل تخفيض للضرائب على الدخل ومن المرتقب أن يتم تسليط الأضواء أثناء المؤتمر الليبرالي على إدارة المالية العامة وفي عداد الأفكار المطروحة على طاولة البحث يسعى أعضاء الحزب الليبرالي إلى التباحث حول فكرة أخرى تقضي بدراسة مشروع قانون لوضع أطر محددة لرسوم الخدمات العامة وربط تلك الرسوم بارتفاع كلفة تلك البرامج ويشمل برنامج عمل الحزب الليبرالي طرح يقضي بتقليص عدد المنتخبين في بلدية موريال إلى ما تقدم وفي الوقت الذي تطالب فيه حكومة كويار موظفي القطاع العام بإرجاء سن التقاعد لعامين يسعى الليبراليون إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال دراسة إمكانية رفع سن التقاعد بشكل تدريجي وفقا لمتوسط العمر المتوقع تعتزم الحكومة الليبرالية في كيبك تشديد الخناق على الشركات الخاصة الراغبة بالحصول على عقود عامة، فقد أصبحت تلك الشركات ملزمة بالحصول على شهادة حسن سلوك من هيئة الأسواق المالية لتقديم عرض للحصول على عقود عامة تبلغ قيمة العقد الواحد منها مليون دولار أو أكثر وفق ما أكده رئيس مجلس الخزينة الوزير مارتن كواتو، ومن المرتقب أن يدخل الإجراء الجديد قيد التنفيذ اعتبارا من الأول من 23 3 نوفمبر المقبل كشفت شركة لابي ديتسون عن خسائر صافية للربح الأول من العام المالي بلغت 54 مليون دولار وارتفعت مبيعات الشركة التي تشمل محلات لابي لورد أن تايلر ساكس فيفث أفينيو وديكو ديكوفيرت ارتفعت المبيعات بنسبة 11.7% وصولا إلى مليارين و72 مليون دولار وأتت المبيعات مطابقة لتوقعات المحللين وكانت لنتائج الشركة تأثير مباشر علي المستثمرين بحيث تراجع سعر سهم لابي بنسبه 2.1% فاصل واحد او بواقع 51 وخمسين سنتا وصولا الي ثلاثه وعشرين دولار و50 سنت للسهم الواحد في بورصه تورونتو انتهي الموجز شكرا للمتابعه